النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامات فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامات فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها حتى سقاها بكأس الموت ساقيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامات فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا ودان الموت دانيها أمست خرابا ودان الموت دانيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامات فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها والنفس تنشرها والموت يطويها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامات فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها إلا التي كان قبل الموت بانيها.